الرسمي ديال ملتمس الرقابة. ملتمس الرقابة باش نكون معكم واضح، هذا ملتمس الرقابة حنايا ما قبلناش نشاركوا فيه لأسباب كثيرة، أولها الطرف الذي دعا إليه بكل صراحة. هذا السيد هذا بالنسبة إلينا ما يمكنش تكون كتقول باللي أنا اللي خصني نكون في هذه الحكومة، بمعنى أنا اللي نعرف ندافع عليها، وهذا الشيء هذا من الحكومة، من اللي طاحت الحكومة ديال من اللي طاحت الرئاسة ديالي وهو فيه، وفي الأخر قبلوا منه شخص واحد دخل على كل حال استجابة لهذا التسول، ثم بعد ذلك في هذه الحكومة اللي كان من المفروض يعني ياخذ هو يعني الثمن ديال المساهمة ديالو فيها يكون عنده واحد حصة الأسد، لم يأخذ لا حصة الأسد ولا حصة التعلم، وبقى يبقى مع ذلك تيخرج في الصحافة ديالو باللي حنا اللي خصنا نكون في هذه الحكومة الأخيرة حتى 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 حصحص الحق، ووجد نفسه وناض ديك الساعات مباشرة تيقول أنا بغيت ندير سميتو. طيب نفرضوا هذه القضية غنتجاوزوها، ملي بغيتي دير ملتمس الرقابة خصك تجي للمعارضة. هو أول ما دار كان سميتو الفريق الاشتراكي، بغى يتميز على المعارضة، بغى يتميز علينا وعلى التقدم الاشتراكية وعلى الحركة الشعبية، سمى الفريق ديالو المعارضة الاتحادية. إذن بغى يدير بغى يدير هو الباترون ديال المعارضة من الناحية العملية، فهمتيني ولا لا؟ دار داك الشيء شافو ما عطاش في الاخر، قال غندير ملتمس رقابة. ملي بغيتي دير ملتمس رقابة دير اجتماع، انا ما نخبيش عليك وكنت دار اجتماع ما غنمشيلوش، ولكن غادي الحزب غادي يمشي ونشوفه ونتذكروا كاملين. لا مشى هو على ملتمس الرقابة وقال لنا التحقوا بيا، وحنا درسنا لقينا الظروف ماشي ديال ملتمس الرقابة، وغادي نكونوا غير مهزلة فهمتيني ولا لا، وما بغيناش صراحة ما بغيناش نتلطخوا بهذا الإخوان ديالنا في البرلمان مع الإخوان الاتحاديين، لأن احنا عندنا مشكل في الحقيقة مع الأمين العام، وراء المواقف ديالو وداك الشيء اللي كيدير راه باين وتفضح. يعني باش نكونوا واضحين، هذا ملتمس الرقابة ما لايقش بنا وما كانش غادي ينجح فهمتين ولا لا. والقضية ديال النقاش راه النقاش دائما ممكن، شتي دابا واحد القضية، شتي هادشي اللي كنقولوا كان ما كانش مهم انتم ما غاتجيوش، انتهى الكلام. القضية ديال المقاصة الله يجزيكم بخير، ما تبقاوش، انا ما عرفتش، كان واحد الحاجة غلباتني، شنو هو هذا اللي غلبني؟ هو يعني في الإعلام يعني بحال داك الشيء اللي كان كيدير هتلر، يكذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس. كاين جهات إعلامية مع الأسف وحدة فيها كان مولا صديق ديالي وكان كيكون معايا منصب وخا هو من توجه آخر، يعني قطعوا العلاقات معايا ومع الحزب ديالنا ولاو أعداء، يعني الناس كيتخلصوا، وهذا الشيء هذا ولا معروف. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.